انا بطالب بعزل النائب العام عبد المجيد محمود فورا. رساله للدكتور محمد مرسي او رئيس الجمهوريه محمد مرسي، بعزل النائب العام فورا والتحقيق معاه، التحقيق مع عبد المجيد محمود وعزله. عنده كل الادله وعنده كل حاجه في البلد دي كلها عبد المجيد محمود. انا بطالب بعزل عبد المجيد محمود فورا والتحقيق معاه على كل الادله التي اخفاها، التي تزيد من حسن مبارك واصابعه هو اللي اخفاها كلها. وبطالب التحقيق مع احمد شفيق ورجوع احمد شفيق والتحقيق معاه في البلاغات المتقدمه دي كلها ضده. مين سفر احمد شفيق؟ مين المسؤول عن سفر احمد شفيق؟ مين سفره؟ المطالب بتاعي فورا كل حاجه اللي حصلت كلها. نائب عام يا نائب عام، نائب عام يا نائب عام، بعتي دم الشهداء بكام؟ بعتي دم الشهداء بكام؟ نائب عام يا نائب عام، نائب عام يا نائب عام، بعتي دم الشهداء بكام؟ بعتي دم الشهداء بكام؟ الشعب يريد احضار احمد شفيق، الشعب يريد احضار احمد شفيق. اوعى تظهر تاني على الشاشه، اوعى تظهر تاني على الشاشه.